كمرحلة أولى تم بناء المستشفى وهو الاحتياج الأعظم له، وستتبع ذلك عدة مراحل تشمل عدد من الكليات، منها كلية التربية وغيرها من الكليات الأخرى. هذه الكليات ستساهم في رفع مستوى التعليم في المحافظة، ويعتبر تدخل في قطاع التعليم الآن. طبعا البرنامج تدخل في قطاع التعليم على مستوى اليمن في ما يقارب 50 مشروعا، وهذه أحد المشاريع الكبرى في ذلك. نذكر على سبيل المثال في محافظة المهرة تم بناء 8 مدارس، 8 مدارس نموذجية، كل مدرسة تحتوي على 12 فصل، مختبر، وكذلك معمل للحاسب ومكاتب للمدرسين، وكذلك ساحة ويوجد بها ملعب وكافة الأجزاء التي يحتاجها الطالب